شويه في نادي الزمالك، كنت انا صغير في فريق الناشئين في الزمالك واتصعدت الفريق اول وهو كان موجود كلاعب في نادي الزمالك، لاعب فاز طبعا. فاحمد الكاس ده حاجه خرافه كده في كره القدم، نتمنى له التوفيق كمان في مجال التدريب. ازيك يا كابتن احمد؟ كريم الجميل، يعني مش عايز اقول لك، يعني انت جميل ولسانك جميل. الله يخليك يا كابتن احمد، انت شخصيه جميله. لا انا بعشقك انت عارف كلاعب كوره، انا يعني احمد الكاس ده بالنسبه لي مثلي الاعلى من وانا صغير يعني. انت عارف يعني والله يا كابتن كريم، عايز اقول لك على حاجه. يعني اولا اسمح لي قبل ما اتكلم في اي حاجه، انا بهنيك على اسلوبك الرائع جدا 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 امبارح في انتقادك حتى لكابتن حسام غالي. يعني وانت بتنتقد كمان كابتن حسام غالي انتقاد رائع جدا، بيدل على ان حسن الخلق بالنسبه لك وانك انت قد ايه قيمه بالنسبه لنا. الله يخليك يا كابتن احمد. لا ده كلامك، الله يخليك. لا لا بامانه، يعني انا عجبني جدا انتقادك ده، الانتقاد البناء اللي هو حتى انا في اعتقادي ان حسام غالي اكيد هيتقبله بصدر رحب، لان هو اكيد هو حس ان هو مخطئ من كلامك واحترامك كمان لكابتن حسام غالي. فانا بحييك فعلا على الانتقاد الرائع جدا 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 امبارح. يعني الله يخليك يا كابتن احمد، وده شرف اللي حضرتك تتكلم عليا كده، ده حاجه كبيره جدا. لا والله العظيم انا مش مجامله. الله يخليك. انا بجاملك، لا بالعكس، حتى في تناولك كمان مع احمد حسن مكي وهو بيقول ان انا عندي ماتش المقاولين اللي جاي وان انا عايز اكسب، ده شيء رائع جدا انك انت قلت له انا ده والدي وحبيبي ونفسي ان هو يكسب، بس ده ليك حريه انك انت، وده هو الاعلام الصح اللي احنا محتاجينه. يعني الله يخليك. انت متابعنا جامد يا كابتن احمد. لا انا متابع، لان اولا انا بيعجبني اسلوبك في الكلام، انك انت اولا بتدي اللي قدام منك قيمته الحقيقيه، وفي نفس الوقت حتى في انتقادك ما فيش اي نوع من التجاوزات، انتقاد بناء فعلا ان انا استفاد منه، وهو ده اللي انا شايفه من وجهه نظري ان احنا محتاجينه. مش محتاج ان انا اسف يعني ان انا اطبطب عليه او الكلام ده كله، وخاصه يمكن النادي الاهلي بادر بالكلام ده كله، يمكن وقع غرامه كبيره جدا على كابتن حسام غالي واخد بالك، لكن انا معاك بضم صوتي لصوتك ان كابتن حسام غالي قيمه كبيره جدا وامكانياته جدا، وانا من الناس اللي انا بحبها وبستمتع باداء اللي عليه بصراحه. بالظبط بالظبط يا كابتن احمد. يعني ما شاء الله مع ابو قير الاسمده برضو، رغم ان الماتشات كلها صعبه ودوره الترقي كلها اعصاب وماتشات حساسه وحساب النقطه، لكن الامور صعبه قوي يا كابتن احمد في دوره الترقي. يعني الست فرق المستويات قريبه جدا، حتى النتائج قريبه جدا. النهارده بتقدر تتعادل مع فاركو، وكنت انا متابع الشوط الثاني وكنت ممكن تكسب، يعني كنت خسران 1-0 ورجعت للماتش وضيعت فرص كنت ممكن تخطف المباراه النهارده والثلاث نقاط من فاركو. بص يا كابتن كريم، انا عايز اوضح بس للناس واوضح لك نقطه مهمه قوي، ان احنا السنه دي كنا بنشتغل بمنظومه عمل، منظومه عمل ديت طبعا بقياده طبعا رئيس النادي اللي هو الباشمهندس سعد ابو المعاطي مع المدير التنفيذي مدحت الصمودي، ان احنا كنا منظومه عمل حطينا اسس احنا نمشي على السنه دي، وكان هدفنا كنا حاطين هدفين، الهدف الاول ان احنا نبني فريق لنادي ابو قير الاسمده السنه دي، وان احنا نمشي في الخط المتوازي ان لدوري الترقي، والحمد لله يعني بفضل الله ان احنا وصلنا للحته دي. عايز اقول لك ان انا سعيد جدا بفرقتي وفخور جدا باللعيبه اللي عندي، مش اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا اساسي ولا الاحتياطي، لا بمجموعه اللعيبه كلها اللي هم 36 لعيب او 34 لعيب، لان بامانه كل واحد كان ليه بصمه في ان الفرقه توصل لدوري الترقي حتى لغايه وقتنا هذا. يمكن احنا ادينا مباراتين كويسين جدا، كنت فخور جدا بيهم في ماتش بلديه محل صراحه، انا كنت خسران 2-0، مش عايز اقول لك ان ثاني تايم كنا احنا الاحسن وكنا لا انا ما اتفرجتش، ما تزعش ماتش البلديه. هو للاسف ما تزعش، لكن احنا كنا ثاني تايم في الشوط الاولاني ما كناش كويسين، وده حقيقه. وخبره بلديه محله فرقت معاهم. النهارده بلاعب برضك فرقه كبيره ليها احترامها، وانا كنت بحترم الفرقه دي كويس قوي، وحفظت اللعيبه يعني مفاتيح لعب فرق فاركو وازاي ان احنا نحد منها. برضك كالعاده يعني يمكن جاي فيها جون في اول 6 ساعات، لكن اللعيبه وقفت على رجليها وقدرت ان هي تلعب، وان الشوط الثاني كنا وان سايد جيم وجبنا هدف التعادل وكنا ممكن نكسب. لكن عايز اقول ان انا بشيد باللعيبه اللي كانت موجوده واللعيبه اللي كانت بدله واللعيبه اللي كانت بره، لان فعلا حتى اللعيب اللي مش موجود اساسي بيبقى ليه دور بارز جدا، ان هو بيتمرن كويس جدا وقريب ان هو يدخل. يعني انا ما عنديش يعني لعيبه مميزه بقدر ما انا بعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على المجموعه كلها، ان احنا بنشتغل كمجموعه كلنا مع بعض. طيب يعني بعد التعادل في مباراه النهارده مع فرق والخساره من بلديه المباراه اللي فاتت، شايف ان نقطه واحده ممكن تبقى عامله صعوبه شويه لسماد ابو قير ان هو ينافس على الصعود، ولا شايف ان لسه بدري، ناقص لك ثلاث ماتشات ممكن تكسبهم كلهم وتبقى في الصداره؟
بص يا كابتن كريم، انا لازم نعترف قدام الناس كلها ان انا معلش انا في دوري قوي جدا، وانا مجموعه اللعيبه مجموعه معظمها كلها صغيرين، معظمها صغير باستثناء طبعا كابتن الفريق اللي هو كيمبس ومعايا محمود التركي، دول الاثنين خبرات، بجانب عندي برضك اثنين لعيبه زي مثلا رفعت ومودي وسيد عبد الحكم اللي هم 26 27 سنه. ايوه فئتهم كلهم من 20 21 سنه. عايز اقول ان انا يعني كفريق ابو الاسم ده استاد المنصوره، استاد البلديه، استاد غزل المحله، دي فرق اسم كبير جدا وتاريخ كبير جدا، وان انا احصد النهارده نقطه من ماتشين، الناس تقول ممكن ايه ده الفرقه دي بعيده، لكن انا عايز اقول حاجه مهمه قوي، عالم كره القدم ما بيعترفش بالمستحيل، وعالم كره القدم في كل شيء وارد قوي ان هو ممكن يحصل. ايوه انا 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 بقول انا لو عندي امل 1% هلعب للاخر ده، حتى لو انا ماليش في ان انا في المنافسه، لكن انا هلعب بشرف وامانه لاخر ماتش. أيوة. زي يمكن ده حصل من سنتين، وان احنا لعبنا اخر مباراه كان قدام ماليه كفر الزيات، وساعد الرجاء اللي كان بعيد تماما، وما كانش حد يتوقع ان ابو قير الاسمده تكسب ماليه كفر الزيات عشان الرجاء يصعد. فانا بقول ان هي دي بقى الامانه اللي بتقتضي وشرف المهنه تقتضي عليك انك انت تلعب لاخر وقت، حتى لو انت خرجت خارج المنافسه يجب انك انت بس لسه عندك فرصه، لسه عندك فرصه. يعني لسه عندك فرصه، يعني نقطه واحده لكن عندك ثلاث ماتشات بتسع نقاط، فالفرصه الفرصه قائمه. هي طبعا صعبه لكن وارد، والفرق كلها هتخبط في بعض، الفرق كلها المستويات قريبه يا كابتن احمد. بالظبط كده بالظبط. طيب ما ينفعش اقفل معاك بقى غير لما اخدك للزمالك، وشايف ان الزمالك يعني ازاي دلوقتي بعد ما خلاص قرب كتير او قرب بشكل مؤكد ان هو ياخد بطوله الدوري، عايز اعرف رايك في الدوري الممتاز يا كابتن. والله انا مش عايز اقول لك انا سعيد جدا، لان انا نفسي وامنيه حياتي ان جمهور الزمالك يفرح. ايوه وان الاوان يعني ان هو يفرح يا رب. بامان يمكن المستشار مرتضى منصور يمكن عمل منظومه السنه دي كويسه جدا حتى في مع اللعيبه، وانا شايف ان في حاجه غير طبيعيه، حاجه في روح غير طبيعيه في نادي الزمالك. يعني روح المكتب، روح ان انا مش هحصر، روح ان انا نازل، ان انا عامل هيبه للفرقه اللي قدام منه. يعني اي فرقه دلوقتي بتلعب نادي الزمالك دلوقتي بقى في هيبه كبيره جدا، كان الاول كان ممكن يقول لك قصاد نادي الزمالك العب اخد راحتي، انما قدام الاهلي ممكن مسافات او المساحات هتبقى ضيقه. بالعكس انا شايف دلوقتي ان نادي الزمالك دلوقتي هو اللي بقى بيقفل المساحات، هو اللي بيخنق الفرقه اللي قدام منه، هو اللي يمكن كل فرقه بتبقى جايه الى حد ما بتبقى عايزه تقفل المساحات عشان نادي الزمالك ما يقدرش. فانا شايف ان ده شيء جميل جدا، انا سعيد جدا بنادي الزمالك، سعيد جدا اكتر وحاسعد اكتر ان شاء الله باذن الله لما يحصدوا هذه البطوله، لان نفسي فعلا جمهور نادي الزمالك يفرح، لان مش عايز اقول لك جمهور وفي لناديه ووفي للاعيبته، ان هو في اي حته برغم ان بيجي بيخسر لكن عمره ما ساب فرقته. ومش عايز اقول لك قد ايه ان الجمهور ده ياما شجعني وياما هدف ليا، فانا نفسي وامنيت حياتي برغم ان انا مش مشارك فيها، لكن نفسي ان السنه دي ان شاء الله باذن الله يحصدوا البطوله ويهدوا لجمهور نادي الزمالك. انا بشكرك كابتن احمد الكاس طبعا مدير الفني لاسماد ابو قير، واتمنى لحضرتك التوفيق ولكل الفرق بصراحه في المجموعه الثالثه او في دوره الترقي بشكل عام. يعني اتمنى التوفيق للمحله، للمنصوره، لبلديه المحله، لاسماد ابو قير، لفاركو، للحمام، كل الفرق سواسيه عندنا، لكن ان شاء الله الافضل هو اللي يصعد الى الدوري الممتاز في الفتره القادمه. نكمل اخبارنا.